في التعاون، استقبل اليوم وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون وزير الاقتصاد والمالية لجمهورية الموزمبيق أرنستو ميكاس تونيلا. الطرفان بحثا فرص التعاون بين البلدين وسبل تجسيد بعض المشاريع المتفق عليها. كما تم بالمناسبة الاتفاق على تنصيب خلية عمل لدراسة الإمكانات المتاحة في البلدين وتحديد برنامج عمل مشترك في مجال الصناعة الصيدلانية.